الشيخ زايد، واكيد طبعا ان اللواء محمود الفيشاوي مدير فرع نادي الشيخ زايد اكيد عامل مجهودات كبيره جدا 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 في اقامه الخيمه. لكن طبعا واحنا بنتكلم على سياده اللواء محمود الفيشاوي وبنقول لحضراتكم على الخيمه، خيمه عائله الاهلي، اكيد طبعا لازم يكون موجود معانا على التليفون سياده اللواء محمود الفيشاوي مدير فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. سياده اللواء برحب بحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه وانت طيب ومرحب. كل سنه وحضرتك بخير، ربنا يخلي حضرتك. طبعا في البدايه عايز اعرف بقى من حضرتك، تقول لي اخبار الخيمه ايه واخبار الاعضاء فيها والدنيا ماشيه ازاي في فرع الشيخ زايد. احنا طبعا الخيمه الرمضانيه هي عامله جو سعيد جدا للاعضاء، زحمه رهيبه، يكاد يكون يعني بتوع الشيخ زايد كلهم اللي كانوا يقعدوا بره في الكافيهات وكده موجودين عندنا هنا في الفرع. الدنيا زحمه جدا، مشرفنا النهارده رئيس النادي وبعضاء مجلس اداره النادي كلهم موجودين. جو سعيد جدا، جو مبهج، المكان زحمه، الشمس موجوده، حاجه يعني مش عايز اوصف لك. احنا في عيد النهارده. طب يعني حضرتك قلت لي الرئيس طبعا كابتن محمود الخطيب هيكون متواجد في فرع الشيخ زايد. موجود فعلا كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره موجودين، وامين الصندوق واعضاء مجلس الاداره موجود فعلا في الفرع. طيب قاعدين في الخيمه. اجواء بقى رمضان في فرع الشيخ زايد واخبار الدوره الرمضانيه، وحضرتك عارف طبعا ان دي شهر واحد في السنه، فبالتالي بقى بيكون مختلف. ايه المختلف في السنه دي في فرع الشيخ زايد عن السنه اللي قبلها؟ كل حاجه مختلفه. اولا السنه اللي فاتت ما كانش في دوره رمضانيه ينظمها النادي. تمام مظبوط. دوره رمضانيه منظمها النادي. تمام. ما كانش في خيمه رمضانيه. تمام. لعائله النادي ففي خيمه رمضانيه وصار فيها العدد 2.5 3. ما كانش فيه التجهيزات الاداريه اللي موجوده دي، في تجهيزات اداريه جديده، شلت خدمات. الاعضاء هنا عايز اقول لك ايه، سعداء بالكابتن الخطيب. في عيد النهارده اعضاء الكابتن الخطيب مش قادر يمشي من الناس اللي عماله تقابله. تمام. يعني ما كانش قادر يقعد من حجم الناس اللي عماله سعيده بوجوده وفرحانه وبيطمئن على صحته. كل حاجه مختلفه في الشيخ زايد. المنطقه اللي احنا فيها الطرفيه الجديده ما كانتش شغاله، بقت شغاله السنه دي. الشاشات العملاقه ما كانتش موجوده، بقت موجوده. تمام. لا كل حاجه مختلفه. طيب رمضان عايز اسال حضرتك، يعني طبعا سياده اللواء محمود الفيشاوي، عايز اسال حضرتك بقى الفتره اللي جايه ايه اللي ان شاء الله ممكن بقى يكون موجود للاعضاء زياده عن الخدمات، وطبعا الخدمات الكبيره جدا في فرع الشيخ زايد، ايه اللي ممكن يكون موجود في الفتره القادمه للاعضاء؟ الفترة القادمة دي طبعا بيتنشئ هنا المبنى الاجتماعي اللي هو الاداري الجديد اللي هم بيعملوه، تغيير في الاسوار، مسجد كبير هيتعمل، في انشطة ترفيهية كمان في الايام اللي جاية ديت، في حاجات كتير فيها تغير، الابواب، الاسوار، مبنى جديد، البنية التحتية بتتغير، حاجات كتير قوي بتتغير في الفرع ان شاء الله، وبنجهز بقى للعيد كمان ان شاء الله. يعني هل في اي حفلات تم تنسيقها ما بين فرع وبين اداره النادي على اقامه حفلات في العيد اللي هيكون ان شاء الله بعد رمضان، عيد صغير؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بنقدم، وهنستضيف فنان كبير هنا، وطبعا احنا عاملين هنا طبعا في ليالي رمضانيه في تخت شرقي، وفي مطرب اسمه سيد انور، مطرب انفاق، راجل يعني زي ما انت العمليه المستديمين في شهر رمضان بالحفلات، وان شاء الله في حفله كبيره هننظمها في العيد باذن الله. سيادة اللواء بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معايا، واكيد كنت لازم نتكلم على وجود الكابتن خطيب في فرع الشيخ زايد وخاصه في خيمه عائله الاهلي. لسه مكملين مع اخبار النادي الاهلي، ولو فاكرين حضراتكم الاسبوع اللي فات كان في ندوه